وقد كان السيد الحمادي أرادوا تغييبه عن المشهد، فحضر كمارد في نفوس الناس وذاكرتهم، وهو ما يثير هذا الحراك والغليان الشعبي منذ اللحظات الأولى لمقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي مطلع الشهر الحالي في ظروف غامضة. تغييب القائد الكبير عدنان محمد الحمادي، هم أرادوا أن يغيبوا الحقيقة، أن يغيبوا قائد المقاومة التي أطلقت الرصاصة الأولى في جسد الكهنوت. عدنان لا زال حاضرا وحيا، وسيحضر كل نهار في كل بندق وفي حناجرنا وفي أصواتنا وفي شفاهنا. كانت مديرية المعافر هي السباقة بنصب أول ساحة اعتصام مفتوح، منددة بالجريمة ومطالبة بتحقيق جاد وشفاف يكشف حقيقة ما تعرض له الحمادي الذي بات رمزا شعبيا أكثر من كونه قائدا عسكريا. انطلقنا لتأسيس ساحة اعتصام مفتوح وتحريك العدد من المسيرات، وأردنا أن ننتقل عبر هذه الساحات بمدينة تعز من الطلقة الأولى إلى الخطوة الأولى إلى تأسيس عمل مدني سلمي مفتوح طويل الأمد. مسيرات شعبية شبه يومية وساحات اعتصام نصبت في أكثر من مكان تعبر عن حالة الصدمة الكبيرة جراء الخسارة الفادحة برحيل صاحب الطلقة الأولى في تعز بمواجهة الانقلاب. وأننا نؤكد أننا سنستمر بالتصعيد السلمي حتى يتم الكشف عن كامل أبعاد الجريمة. لم يتوقف الحراك الشعبي، فالمسيرات والفعاليات الاحتجاجية متواصلة، خصوصا بعد زيارة ومغادرة لجنة التحقيق الرئاسية إلى المنطقة والبدء بإجراء التحقيق العاجل والكشف عن نتائجه. أمواج من الناس لا تكاد تهدأ حتى تعود مجددا للاندفاع إلى الشارع، هكذا تلخص هذه المشاهد هنا بريف المحافظة مطالبة بالكشف عن ظروف وملابسات مقتل العميد الحمادي الذي تحول إلى رمز شعبي وأيقونة مرسومة في الذاكرة الجمعية لقائد عسكري فذ ومناضل وطني جسور. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المواصل تعز.